وللوقوف على تشكيل المجلس التشريعي في السودان واعتراض بعض القوى على نسب تشكيله، ينضم إلينا الدكتور محمد أحمد الضوينة الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك دكتور محمد. بداية، نسب جديدة لتشكيل برلمان السودان. في البداية، كيف ترى مقترح تشكيل البرلمان في السودان؟ البرلمان أخي هي قنبلة موقوتة تزيد على أزمات الوطن وتنفجر في هذه الأيام. ستشهد صراعات الساحة السياسية، ستشهد انقسامات، لأن المكونات الرئيسة لهذه هذا البرلمان هم حركة قوى الحرية وأحزاب قوى الحرية والتغيير والحكومة والعسكر والجبهة الثورية. قوى الحرية والتغيير هم شركاء متشاكسون أصلا، ودائما يتشاكسون في تقسيم هذه الكيكة أو هذه الغنيمة ما بين لجان المقاومة التي تريد حصتها، نعم، وبين الأحزاب التي تتنازع في الحصة، تجمع المهنيين الذي يريد أن يأخذ غنيمته، إضافة إلى المدخل الجديد وهي الجبهة الثورية التي لها نسبة كبيرة أيضا، والعسكر. الحكومة تريد أيضا برلمان يلبي طلباتها، نعم، ويوافق على التطبيع ويوافق على مشاريعها، ولكن هي تخاف وتخشى هذا البرلمان الذي سيأتي مغالفا لكل المعايير. هذا إذا تم تكوينه، إذا لم يذهب به الاختلاف والخلاف. نعم دكتور محمد، يعني لعلك توضح وتبين للجمهور الكريم أسباب اعتراض تجمع المهنيين على النسب المشكلة للبرلمان الجديد، وهل يأتي في إطار الصراع المبكر؟ هو الصراع بدأ قبل هذا بين تجمع المهنيين وأحزاب قوى الحرية والتغيير. التجمع نفسه انقسم إلى قسمين، تجمع أصلي وتجمع شرعي، وبالتالي هذا التنازع ليس غريبا. هم يطلبون حصة كانت محددة في الوثيقة الدستورية، ولكن بعد اتفاقية السلام تغيرت الوثيقة وتغيرت النسب المحددة للبرلمان، ولهذا هم يريدون يحتفظوا بنسبتهم، ولكن هذا لا يمكن في ظل وجود مدخل جديد، والأحزاب نفسها لا تقبل بهذا الأمر. طيب إلى أي مدى يعني أنت ترى أن المقترح يحاول تفتيت كتل الثورة السودانية وزرع خلاف مبكر على السلطة في المرحلة الانتقالية التي ثبتتها الوثيقة الدستورية؟ وتكوين البرلمان سيعصف بالحكومة الانتقالية قبل أوانها، لأن الخلاف عميق ومتجذر، لأن هؤلاء الأحزاب هي جمعتهم الثورة، ولكن قلوبهم شتى وأفكارهم وأهدافهم مختلفة تماما. كل حزب يحمل رؤى مختلفة عن الآخر، هذا يساري، هذا يميني، هذا معتدل، هذا وسطي، واختلفوا في التطبيع، اختلفوا في العلمانية، اختلفوا في نظام الحكم، نعم. فلا يمكن أن يتفقوا على تكوين برلمان يلبي رغبات الشعب. هو يريدون برلمان يربي رغباتهم هم ورغبات الحكومة، والشعب يريد برلمان يلبي رغباته هو، وبين هذا وذاك تعصف هذه الأحداث بحكومة الانتقالية مرة واحدة. طيب هل تتفق مثلا مع تجمع المهنيين الذين يرون أن النسب المقترحة هي محاولة من العسكر من أجل اختطاف القرار في السودان؟ هل هذا وارد وصحيح؟ والعسكر اختطف القرار في السودان أصلا، الآن كل شؤون الدولة يديرها العسكر، هؤلاء كمبرص. تجمع المهنيين، قوى الحرية والتغيير، الحكومة الانتقالية هم واجهات شكلية للوجهة السياسية فقط، لكن الحقيقة الأمر كل هذه الألعاب والدور السياسي يقوم به العسكر ويلعب بهم مثل الشطرنج، وفي النهاية سيكون المكون الذي يريد والشكل الذي يريد، وأخيرا سيختم بأن يأتي حكومة عسكرية تغير كل هذه الموازين. في سؤالي الأخير إليك دكتور محمد، يعني إذا كان الأمر على خلاف ما يقول تجمع المهنيين كما تفضلت، لماذا برأيك لم تدعى القوى السياسية بكل أطيافها لمناقشة هذه النسب والقانون بأكمله كما صرح تجمع المهنيين في بيانه؟ هناك أحزاب أصلا هي لم تعترف بهذه المحافظات كحزب الأمة وحزب المؤتمر السوداني، ولهذا كان لهم موقف واضح. كذلك هناك أحزاب تخشى أن يتدخل العسكر والأحزاب الأخرى ويأتون ببرلمانيين هم تبع، ليس لهم قرار سوى أنهم يوقعون على قرارات الحكومة ويجيزونها، وبالتالي هذا الأمر أحدث هزة عنيفة جدا داخل تجمع المهنيين، نعم، الذي هو الرصيد الأول للثورة السودانية وقوة الثورة الحقيقية، ولكن سرعان ما دخلت عناصر أخرى اخترقت تجمع المهنيين، وظهرت الآن أصوات نشاز تنادي حتى بإسقاط الحكومة وتصحيح المسار
وبتعديل كثير من الوثيقة الدستورية وهكذا أشكال، كلها ستؤدي في النهاية إلى اختلاف كبير جدا يصعب حله إلا بتدخلات فوقية وبتعيين فوقي دون النظر إلى الحصص وإلى هذه المكونات. الحركات المسلحة، الجبهة الثورية تحديدا، الآن تضغط بقوة في اتجاه أن تحافظ على حصتها وأن تأتي بكوادر، وهذه الأحزاب خاصة اليسارية تخشى كوادر الحركات المسلحة أن تأتي، بعضهم إسلاميون وبعضهم ذو عقول مفكرة، وبالتالي يخشون أن يأتي البرلمان عقول نيرة تعصف بأفكارهم وتذهب بكل مشاريعهم وخططهم إلى أدراج الرياح وتغير مسار الفترة الانتقالية. وربما بعض الأصوات تنادي بانتخابات مبكرة، بتغيير كثير من البنود اتفاقية الوثيقة الدستورية قد تعرض في البرلمان وتغير كثير من ملامحها، لهذا كثير من القوى السياسية حتى الفكرة. نكتفي بهذا القدر. دكتور محمد أحمد ضوينة، الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.